الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد المرسلين. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج لقاء خاص. لقاء خاص في هذا العدد يسعد باستضافة كبير الباحثين ومدير قسم البحوث بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية والمالية الإسلامية في ماليزيا، كما يشغل ضيفنا منصب خبير لدى المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية، الهيئة الدولية التي تعنى بالمالية الإسلامية وتتخذ من المنامة بالبحرين مقرا لها. ضيفنا يرأس أيضا الهيئة الشرعية لعدد من المصارف الإسلامية على المستوى الدولي، كما له إنتاجات فكرية متميزة. رحبوا بعي مشاهدينا بضيفنا الدكتور يونس صوالحي. يونس صوالحي، أهلا بك في هذا العدد الجديد من برنامج لقاء خاص. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة بروفيسور يونس صوالحي. ومعك سنناقش موضوعا مهما جدا يتعلق بالمنظومة المصرفية الإسلامية. المنظومة المصرفية الإسلامية التي تأسست رسميا عام 1970 ميلادية تمر على تأسيسها 4 عقود. في هذا العدد مشاهدينا نتوقف ونسأل، ما الجديد؟ ما هي الأشياء التي ربما أضيفت لهذه المنظومة؟ نسأل أيضا عن الأسباب التي يمكن أن نوفرها حتى لنمكن لهذه المنظومة في المنظومة المالية العالمية. إجابة على سؤالكم، هذه الصناعة الآن عمرها أكثر من 40 سنة. بدأت فتية ببنك إسلامي واحد، ثم تطورت عبر كثير من بلدان العالم العربي أولا، ثم انتقلت إلى آسيا وبالتحديد جنوب شرق آسيا. مسيرة 40 سنة تكللت بتبني هذه الصناعة من طرف معظم دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى أصول تفوق قيمتها أكثر من 2.2 تريليون دولار أمريكي. ما الذي تطور في هذه الصناعة؟ تطورت البنية التحتية من مؤسسات، والتي تتمثل في بنوك إسلامية، شركات تأمين إسلامي، أسواق مالية، صناديق استثمار، تشريعات أساسية، مكاتب وساطة، مكاتب تحكيم، هيئات قضائية. عفوا بروفيسور، البعض يقول أنه أهم إضافة تحققت لهذه للصيرفة الإسلامية هو اعتماد صندوق النقد الدولي أو إقرار هذه الهيئة المالية العالمية بجدوى الصيرفة الإسلامية. فعلا هذه نقطة مهمة أساسية. هو الغرب عموما شعر بأهمية المالية الإسلامية بالتحديد في أزمة 2008، الأزمة المالية العالمية، فبدأ يتحدث عن الاقتصاد الأخلاقي. والاقتصاد الأخلاقي هو ذلك الاقتصاد الذي يراعي مصالح المتعاملين من مؤسسات وعملاء وحتى الدولة، حيث أنه لا يستغل العميل أو الزبون، ولا ترهقه ما يسمى الآن بالأصول أو التعاملات الوهمية وارتفاع نسب الفائدة. كما نعلم أن أكبر مشكلة يعاني منها المقترض هو ارتفاع نسبة الفائدة، فإذا ارتفعت فيعجز، وهذا بالذات ما حدث في أزمة 2008. فبدأ العالم يهتم بالمالية الإسلامية لكونها مالية أخلاقية. التطور الجديد الذي يحصل خصوصا عندنا في جنوب شرق آسيا، وأنا أشتغل في ماليزيا طبعا، بدأ الحديث الآن عن رؤية جديدة للمالية الإسلامية تسمى بالمالية القائمة على القيم. لوحظ على المالية التقليدية أن الأبعاد، أبعاد القيم، غائبة إلى حد ما، وخصوصا المحافظة على البيئة على سبيل المثال. فتجد أن البنك يعطي تمويلا أو قرضا لزبون، ولا يهمه ما إذا كان هذا القرض يضر بالبيئة أم لا يضرها أو يحافظ عليها. التوجه الجديد هو أن أي تمويل لابد أن يحافظ على الإنسان، على البيئة، وعلى المصالح. كل من له علاقة بالمؤسسة المالية مصالحه محفوظة. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن اقتصاد القيم. المالية الإسلامية لكونها منظومة قيم هي أكثر الأنظمة المالية المرشحة أن تقود العالم في غرس هذه القيم، غرس هذه القيم، خصوصا قيمة العدالة. قيمة العدالة التي تتمثل
في أن العميل إذا تحصل على التمويل فليس من العدالة أن نطالبه على سبيل المثال إذا تحصل على تمويل لتمويل بيت وهذا البيت وإذا كان قيد الإنشاء على سبيل المثال ولا يبنى فيصبح مطالبا بأن يدفع القرض ومن ناحية أخرى هو لم يتحصل على هذا المنزل الذي يريد أن يبنيه وبالتالي فأحوج ما نحن إليه الآن هو أن تكون هناك منظومة إسلامية مبنية على القيم. الجميل في الموضوع أن الأمم المتحدة قبل فترة تتحدث عن ما يسمى بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي حوالي 19 هدفا ولو تأملنا في هذه الأهداف لوجدناها كلها متفقة مع القيم الإسلامية على رأسها المحافظة على البيئة محافظة على الإنسان وعلى مصالح الإنسان القضايا الأساسية مثل الصحة المحافظة على المياه المحافظة على المال في حد ذاته رواج المال وأين يوظف هذا المال فنحن نعلم أن البنك سواء كان إسلاميا أو تقليديا وظيفته الأساسية هي الوساطة ويجمع أموال من أصحاب الفائض من لديهم أموال صحيح. ثم تمرر أو تحول إلى أصحاب العجز وهم المتمولين صحيح. فالآن البنك هو ليس وسيطا فقط البنك يجب عليه وفق منظومة القيم الجديدة التي تسعى إليها المالية الإسلامية أن يتأكد مرافقا وأن المشروع الذي يموله مرتبط بالاقتصاد الحقيقي للبلد صحيح. واقتصاد لا يدمر لا الإنسان ولا البيئة فهذا هو التوجه الجديد صحيح بروفيسور تحدثت عن رقم مهم جدا يتعلق بحجم الأصول المتداولة في المؤسسات المصرفية الإسلامية تحدثت عن رقم أعتقد 2.2 مليار دولار الأرقام تريليون دولار تريليون عفوا نعم. 2.2 تريليون دولار الأرقام تشير إلى أنه إلى رقمين آخرين مهمين جدا وهو أنه 70% من الموجودات المالية في المؤسسات المصرفية الإسلامية موجودة داخل المنطقة العربية بالمقابل أيضا أنه 89% من المؤسسات المصرفية المالية الإسلامية أو لديها طابع إسلامي في ماليزيا هناك أرقام أخرى أيضا تشير إلى وجود أكثر من 20 مصرف إسلامي ببريطانيا بعدما تأسس أول مصرف في عام 2004 كل هذه الأرقام وهذه المعطيات بماذا تنبئ بروفيسور؟ هي تنبئ أن العالم تبنى هذه الصناعة بقوة صحيح. وهذا التبني هو لسببين أساسيين صحيح. العالم العربي عموما والإسلامي تبناها عموما لأبعاد دينية زائد أبعاد تجارية صحيح. أما الغرب فتبناها لأسباب مادية بحتة كبريطانيا على سبيل المثال وفرنسا فهم تبنوا هذه المالية أولا عندهم أقلية مسلمة هناك والفرضية أن تلك الأقلية بحاجة إلى تمويل إسلامي صحيح. وأسست عدة بنوك إسلامية وشركات تأمين إسلامي فرنسا أطلقت مشروع جذب 4 مليار يورو من منطقة الخليج في وقت كان هناك فائض كبير في منطقة الخليج قبل الأزمة المالية حقيقة فأطلقوا مشروع الصكوك الإسلامية لجذب أكثر من 4 مليار يورو الآن المالية الإسلامية موجودة في ألمانيا موجودة في طبعا في فرنسا يعني كمنتج وكنوع من التشريع لو انتقلنا إلى شيء يعني ظهر فقط خلال السنتين الماضيتين الدول التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي مثل داغستان وتاجيكستان وغيرها الآن هم يتعاملون مع ماليزيا في تطوير بنى تشريعية وقوانين المالية الإسلامية لإطلاق هذه الصناعة بمعنى يتخذونها مرجعا ويستعينوا بها في التأسيس لصيرفة إسلامية حقيقية بهذه الدول بالضبط فهم الآن يدرسون نماذج ما الذي حدث مؤخرا عندنا في منطقة المغرب العربي عندنا المغرب الشقيق الذي سن قانون البنوك التشاركية عام 2015 وهو الآن في طور إصدار قانون يتعلق بالتأمين التكافلي عندنا تونس أطلقت قانون الصكوك الإسلامي عام 2013 عندنا ليبيا التي منعت التعامل بالربا أو بالفوائد عام 2013
عندنا الآن نيجيريا البنك المركزي تبنى المالية الإسلامية وفتح بنك وأيضا شركتين تأمين إسلامي. عندنا تشاد في إفريقيا على سبيل المثال في توسع كبير، نيروبي يعني في كينيا. إفريقيا الآن هي حاضنة الآن المالية الإسلامية ويتسارعون ويتسابقون. هل يمكن أن نقول ذلك بروفيسور أن إفريقيا ستصبح في المستقبل هي الحاضن الرئيس والحقيقي للصيرفة الإسلامية؟ هي فعلا هي تصبح يعني مركز من أهم مراكز التمويل الإسلامي بحكم أن هناك رأس مال بشري كبير، صحيح. ثروات طبيعية، يعني هذه إذا استولت في تطوير المالية الإسلامية. الجزائر لا نذهب بعيدا بثرواتها وخيراتها والتطور الذي حصل فيها، يعني تعديل قانون القرض والنقد، وطبعا بعض المبادرات على رأسها إنشاء لجنة على مجلس المجلس الإسلامي الأعنى الذي يراقب البنوك الإسلامية في الجزائر، صحيح. ثم الوعد بإصدار تنظيم ينظم عمل المعاملات البنكية الإسلامية هنا في الجزائر، كل هذا مؤشر. ومجلس النقد والقرض قد أصدر مؤخرا فعلا، صحيح. يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العالم بأكمله تبنى هذا النظام. السؤال لماذا يتبناه على غيره؟ فالسبب يرجع إلى ميزات التمويل الإسلامي أو النظام المالي الإسلامي القائم على ثلاث أو أربع أشياء أساسية. القائم على تحريم المعاملات الربوية، على تحريم الغرر والمقامرة، وقائم على قيم هي مغروسة في ديننا الإسلامي، على رأسها قيمة كما ذكرنا قيمة العدالة والمحافظة على الإنسان والمحافظة على البيئة، ثم المحافظة أو تنمية الاقتصاد الحقيقي، صحيح. الذي أضر العالم في وقت من الأوقات هو طغيان ما يسمى الاقتصاد المالي أو المالية، الاقتصاد المالي على الاقتصاد الحقيقي. الاقتصاد المالي هو اقتصاد أرقام يتم فيه الاستثمار في أوراق مالية هي موهومة أكثر منها حقيقية، صحيح. مثل ما يسمى الآن بالمشتقات المالية، وهي ليست بالضرورة مربوطة بأي قطاع، لا بالصحة ولا بالتعليم ولا بالزراعة ولا بكذا. أما الاقتصاد النظام المالي الإسلامي مرتبط بالضرورة بالاقتصاد الحقيقي، فلا يكون هناك عقد يستخدمه بنك إسلامي إلا وفيه سلعة، وهذه سلعة حقيقية مربوطة بالاقتصاد الحقيقي، ليس هناك متاجرة في أوراق ولا ديون ولا أوراق وهمية كما يحصل في الغرب الآن في أسواق كبيرة جدا تسمى أسواق الأوراق المالية، ومعظم هذه الأوراق هي عبارة عن أوراق لا تمثل أصولا ولا تدعمها أي أصول حقيقية. بالمقابل الاقتصاد الإسلامي يبحث ويعمل على توفير أسباب التمكين للاقتصاد الحقيقي. هذا هو الأمر، صحيح. صحيح. بروفيسور يونس صوالحي الخبير الدولي ومدير مركز البحوث لدى الأكاديمية الدولية للبحوث الإسلامية في ماليزيا، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت. نتمنى أن يتجدد اللقاء بك في قابل الأيام بحول الله. إلى هنا مشاهدينا ينتهي لقائي بكم، نلتقي في أعداد لاحقة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.